تشد الميكرو سي خويا، هي مرحبا بك عندنا اليوم. طلبك شنو ان شاء الله يا ربي؟ شتي معنا كما شافوا المغاربه كاملين الضجه ديال كلشي الدويه والامل اللي كتمارس. سبحان الله ديما الصغير والكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اما بعد، الكثير من الناس كيعرفوا هاد السيد اللي كيقولوا ولد الشينويه، رضا ولد الشينويه. رضا ولد الشينويه يعني ماشي هو اللي كاين عدد منه اللي كاينين، ولكن هذا جبر فوق الارض، طغى جبر، وحتى ولا كيشد البهائم البهيمه كيذبح البهيمه وكيبدي يشتف على غير الله ويبدي يشتف عليهم. بحال هذه اللي خلاني طارني هذا الفيديو هنايا، هذا الفيديو اللي طارني وخلاني شويه صعيب. لا ما غيبانش الدم، كيبان لك كيبان كيشتف على 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 على, على, على الغنم، والغنم طاهره ولكن هو غير طاهر. شنو المقصود بهذه الاعمال؟ اعمال شيطانيه هذه. لما انسان كيحضر بعد يذبح الذبيحه بحال هكا وما كيسميهاش، ما كيسميوش على الله، كينحرها واحد الجن، من الجن اللي كيتعامل معاه، الجن اللي كيجيب له يعني اموال طائله. على السحره كلهم عندهم اموال كيلعبوا بها. علاش؟ حيت خدامين مع الشيطان المارد. علاش السحر ما كيخدموش رمضان؟ كياخذوا كونجي. علاش؟ حيت هما كيخدموا مع الشيطان المارد. لما كيخدموا مع الشيطان المارد كيريح، كيرتاحوا في رمضان، كيكون حنا كنرتاحوا. هما ما كيرتاحوش. هما لما الجن المارد كيقبطوا الله سبحانه وتعالى، ولكن كتبقى الشياطين الاخرى، الناس كتبقى مريضه. كاين الانسان اللي عنده المس اللي كيضرب له كيقول له تحت الصوره اللي مسمينه بومزوي او قيلو العصبي، اللي كيسميو قيلو العصبي بومزوي، هذاك ماشي بومزوي قيلو العصبي، هذاك مس في حد ذاته كيكون في الانسان، ليس عليه بالاستفراغ والحجامه. زائد هاد اللي هاد رضا الشنوي اللي كان مشى للعمره وبين الناس بان حاشم يا الله ما كان طاهر، حاشم يا الله ولو طاهر. انا نقول لك واحد المساله، الشيعه اللي ما اللي طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، في امنا عائشه رضي الله عنها، اما النبي صلى الله عليه وسلم بزاف اللي مشي طعنوا فيه، طعنوا في امنا عائشه وفي الصحابه، كيمشيو في بدايه المولد، كيمشيو في بدايه المولد وكيديروا الرذيله تما كما كيدير هذا الزنديق ابو ولد الشنويه. يعني نفس، حيت الشيعه هما اصلا في حد ذاتهم ليس بمسلمين، كاين الناس كيقولوا راهم مسلمين، لا هما كفار. من طعن في امنا عائشه ومن طعن في الصحابه فهو كافر ملعون ومرتد. واش نقولوا في هذه القضيه سي؟ يقرب الى الله وكيدير اعمال شيطانيه باش يتقرب، كيسمي راسه شريف والقوادة القوادة كانوا وراء وجهك. هادو شوف، هادوك اللي بحالهم بحال النساء، عدد منهم في المواقع الاجتماعي كيظنوا بانهم شوفاء، كيشافوا الناس. انسان يمشي على شراقي شرعي ان يخاف الله سبحانه وتعالى، وما يدخل المرأة الا بالمحرم ويلقيها بالكتاب والسنة، اما شي ديال الذبيحة كياكلوا الناس اموال الناس بالباطل. تفضل. القوادة الدين قوادة معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر، ليس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه قال اقتل من لا رأس له. قالوا من هو يا عمر؟ قال من نوع أكل جبين ابنتها. حديث قدسي، سيأتي أقوم على أمتي المرأة تأكل جبين ابنتها، يعني تأكل من فرج البنت ديالها، كتصيفطها باش تجيب لها واحد القدر مالي. دابا الام كتسيب غادا لابسه جلابه ديال الزيف والبنت في قمه التبرج. نعم تفضل. والتزيين بالذهب للنساء وليس للرجال. هذا محسوب على من هذا؟ ها؟ هذا محسوب على من؟ كما شفت انا بعض الناس، الله صراحه بعض الناس قال لك هذا مشى للعكاشه، فين غيديوه؟ وجناح النساء وجناح الرجال. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا يؤلم صراحه، ماشي كيضحك، يؤلم يؤلم يؤلم. يعني صراحه استغفر الله العظيم، مثل هذا القوم
الا ما تعاطاش اللواط مع الرجال. اللواط راه محرم في الدين. اللواط ماذا صنع الله سبحانه وتعالى بقوم لوط؟ قصف وهدف، قصف وخصف وهدم. الناس اللي كيسبوا بحال هاد الناس اش كنقولوا لهم؟ نعم؟ الناس اللي كيسبوا بحال هاد عزيز عليهم بحال هاد خاطر كيكون مريض، كيكون مريض ماشي طبيعي، هادي 200% كيكون مريض ما كيكونش طبيعي. واللي كيخدموا هذاك هذاك المزمار، المزمار فاش كيخدم كيحضر الشيطان. واحد الليله ديال الحضره وديال الاستحضار كل شيء السيد، كل افعال شيطانيه، كل افعال شيطانيه تغضب الله، كل تغضب الله سبحانه وتعالى. الغرض من هاد الذبيحه في مولاي فلان كيحضر الشياطين، والشيطان كيلبيو لهم داكشي اللي بغاو هما، ويجيبوا لهم كليان وزبائن هما راه خدامين بما لا يرضي الله، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. شنو هما صحاب ديالهم كيسميو التجينيين والبوشيشيين، مثل هذاك الركراكي اللي منتشر في امريكا. هذه امل تغضب الله، ويعظموا الضرائب. علاش الناس هما كيديروا التفاهه، هما كيديروا اعمال اللي ما كترضاش الله عز وجل، وكتلقى عندهم الناس بزاف كيتبعوهم. علاش؟ الله سبحانه وتعالى خد اخويا. وشنو هي الدين الاسلامي؟ هو دين ديال ديننا باين واضح بحال بحال واحد القمره. كان واحد الشيخ كيقول كيقول لقمان وليس بنبي، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكره في ايات قرانيه. كان كان ولده شافوا بحال بغى يتعبد الشمس والقمر. رئيسهم ليس ساجدين. كان يقول لولده يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وهاد الامهات والاباء اللي كيدعموا ولادهم في هاد التفاهه كيمشي معاهم تما الذبيحه، تما كيديروا معاهم هاد الشيء. ماشي عاديين، ماشي طبيعيين، ماشي عاديين. انا نتحدى كيكون شي واحد عادي بحال هاد الطريقه. اش عندهم؟ مرض. باش؟ مرض. ما تبو اول ما كيصليش، ولا صلى كجماعه، ولا جماعه ما هي صلاه ما عنده صلاه. كما قال الله سبحانه ان صلاه كانت المؤمن كتابا موقوتا. المؤمن هو يصلي صلاه في وقتها، الفجر، الظهر، عصر، المغرب، عشاء، ماشي في البيت، الدار، في المسجد. علاش علاش الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اول ما مشى المدينه المنوره، اول ما بنى ما بناش البيت ديالو، بنى المسجد فين يعبدوا الله سبحانه وتعالى، بيت الله. اللي كيستمدوا الناس القوة ديالهم. نعم؟ الناس كيستمدوا واحد القوة غير طبيعية. غير طبيعية، هذا هو الشرك الأكبر. كاين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو الكفر، خروج على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. كيذبحوا الذبيحة، صحابتي الذبيحة كي الذبيحة كيسميو اللي غير الله، صحابتي الذبيحة كيسميو عليها. شنو هو الذبيحة؟ كيشد السكين كيحطوا كينحر كما كيديروا كفار. وكيبقاو كيذبحوا لك الذبيحه، ما يسخرش يسمي على، لا سمي عليك الذبيحه مشات، ما كتكونش للشياطين. اللي ما عجبكش جيتي لنا شي حاجه ما عجباتكش، الطريقه ديال الذبح اللي ما كيذبحوا، وهاد اللحم فيه تيمشي بعدا. الله يجزيك بخير، نقطة مهمة جدا، الله ينورك. اللحم دابا هذاك السيد اللي كيبغي يذبح كيقول هو ومراته كيشري واحد جوج بقرات أو جوج تيران ب 7 مليون ولا 8 مليون. كينوض يبيع الجزار شحال كيبيع له؟ يبيع له بمليون ونص ولا جوج. هذوك الناس اللي كياكلوا كل لحم كيصير الجزار ناقص واحد 20 درهم ولا 15 درهم. ولكن الناس ما عالمينش. ما عالمينش ولكن كيمرضوا. انا نوصي الناس انسان ما يشري الذبيحه مع الجزار الا الجزار اللي كيخاف الله سبحانه وتعالى. ها وحده. ثانيا الحمد لله عندنا قرنات اللي فيهم امام مسجد اللي كيذبح ويسمي الله. ثالثا راه انسان كيضحي كل عام. رابعا كاين دجاج يذبحوا بيدو. شكيتي ما تشريش، غتشري وغتمرض. غير الذبيحه شنو كيديروا حاجه اخرى عاوتاني اللي كتغضب الله عز وجل؟ ما انسان كياخذ هذيك الذبيحه راه صافي، راه كل هذيك بحال ذاتها كل مره. الاخرى كيديروهم غير الذبيحه. اللواط، الزنا. اللواط راه من عمل الشيطان. من عمل الشيطان. اللواط، الزنا، اختلاط ما بين الرجال والنساء. دابا المرأة إلا بغات الساحرة، إلا بغات تقرب الشيطان، لابد تزني بالرجل، يجني بها الرجل وهي على حائض، على حيض. والساحر كذلك مثلا بغي يتقرب الشياطين باش خاصو يزني بامرأة وهي حائض، كرم الله وجهك.
هذه قربان الشياطين، هذه ما فعل مكشوق لها. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن مما أتاكم الله. المرة ديالك على سنة الله ورسوله حلال طيب طيبا، لما تكون حائل ما خصكش تقرب لها حتى تطهر. واعتزلوا النساء في المحيض، واعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن مما أمركم الله. مناش من الفرج، ماشي الضبور. دابا حاليا اللي هو اللي منتشر دابا الانسان فاش كيشد راجل استغفر الله العظيم او امراه ويفعلها من الضبور صافي راه حضر ابليس. هذا عشاق ابليس ولا من الشياطين فيهم درجات. هاد الناس اللي كيديروا هذا الشيء اصلا كيديروا الذهب ويديروا داك الشيء ديال هادو من اكبر هادو. خليني نتصور معكم اللي هادو من اكبر شياطين. هاد الملعون اللي داير هذه الحاله من اكبر شيطان، اكبر شيطان على وجه الارض اللي كيدير هذه الحاله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى الحمد لله عندنا عدل في البلاد، ونتمنى يا ربي يعطيه واحد الحكم للاخرين باش ما يبقاش شي واحد. عبره كبيره ان المحامون ما بغاش يترافعوا عليه. الحمد لله. قول علاش، قول لي عرفتي علاش؟ لماذا وكيف؟ حيت عارفينو رجل غير صالح، عافروا رجل كافر بالله سبحانه وتعالى. كاين في كاين محامين الشرفه اللي خافوا الله سبحانه وتعالى، كاين محامين واخا تعطيه مال الدنيا والله ما يترافع لك، وكاين محامين تاوتين شريفات. ماشي واحد اي واحد تعطيه فلوس صافي يترافع لك. الحمد لله والحمد، الحق يعلى ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه الحق، الحمد لله مرفوع دائما. رجل واحد قاضي ديال الذهب ذكرناه في الاول باش نخصمو. نعم. كيتزينوا بالذهب بزاف. حرمت على امتي ثلاث، قالوا من هما يا رسول الله؟ قال ويل من اقوام الحيره والحرير والحرير. ويل من اقوام من امتي يستحلون الحيره والحرير والخمر والمعازف. قالوا من هما يا رسول الله؟ قال الحيره هي الزنا وشرب الخمور، والحرير حرمت على امتي في الذكور والمعازف. معازف هما اللي فاش كيحضروا الشياطين. يبعثهم الله يوم القيامه قردة وخنازير. وفي حديث اخر وعبدة الطاغوت. بالنسبه للرجل واحد نقطه سيده. تفضل مرحبا. بالنسبه للامهات والاباء اللي كيستندوا ولادهم واخا عارفينهم غاديين بامال شيطانيه. شوف على ما شفنا والناس تواصلوا معايا ماشي جوج ماشي ثلاثه. هاد وريد الشنوي اللي كان كيغوي الناس بالمال. هو دائما بين في مقاطع ديالو بان كيشتت الفلوس. الفلوس منين جاتو؟ مال الحرام باش يشري الناس. نسال الله السلامه والعافيه. والمصيبه كيسميو انفسهم شرفاء. الناس مازال يقدروا يتوبوا ولا التوبه ديالهم مستحيله لانهم شاو. لا لا، هنا مساله التوبه كتبقى بيد الرحمن عز وجل. ما يمكنش. يمكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي لا يعمل احدكم عمل اهل النار حتى يبقى له بينه وبين النار شبر فيسبق عليه كتفه فيصبح من اهل الجنه. ولا يعمل عملكم اهل النار حتى يبقى له بينه وبين النار شبر فيسبق عليه كتفه فيصبح من اهل الجنه. حيث كتبقى الامر بيد الرحمن سبحانه وتعالى. احنا نقولوا الله رسم الله سبحانه وتعالى من سوء الرحيم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم رحيم نقولوا يمهل عطاهم في الدنيا كاين رفع لا شوف يا تسي شوف السيد السيد زوينه باش كيخصم زوينه هاد السيد شوف هاد السيد الى تاب توبه نصوحه في السجن ربي راه يتوب عليه. حيت علاش الرجل اللي قتل واحد الرجل قتل 99 روحا واراد ان يتوب فذهب عند واحد الرجل حنا نقولوا رهباني سألو قال له انا قتلت شي روح هل يمي توبه؟ قال لي لا توبه لك. كمل بين 100 كمل بين 100. اش بغيت تقصد من هذا الشيء باش نخصمو؟ القصد ديالي هو التوبه كتبقى بيد الرحمن سبحانه وتعالى. فذهب تلاقى مع واحد السيد قال له اذهب بلاد كذا كذا اي مكان كنت كدير فيه الرذيله والمنكر فهاجر. الهجره هنا واجبه عليك تمشي هكا المكان ما كيعرفك حد باش ما بقاش يجبد لك الماضي ديالك حتى جاه ملك الموت والارض الرحمن وارض
اللي كان غادي عليه كان عايش فيها زحزح زحزح الله سبحانه وتعالى وصحى من اهل الجنه. ما بغاش يتوب ويستمر في العمل ديالو. ما شوف